السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي حل ضيفا على قناة كانال بلس، وهذا ما جاء في حواره مع القناة. ولكن قبل البداية عزيزي المشاهد والدخول في التفاصيل، حبا لك لهذا النجم ضع لايك لهذا الفيديو. هذا ما قاله نجم رياض محرز مع قناة كانال بلس: الجزائر بلدي، قضيت فيها أحلى أيام وأعظم القيم. كنت أذهب أنا ووالدي هناك كل عام، نشعر أن الجزائر شيئا وجزء منا. نحن الجزائريين متواضعين وفخورين بهذا الوطن. أشعر بالفخر عند ارتداء قميص الخضر وأن أحارب على أرضية الميدان من أجل ألوان الجزائر. لا تنسى وضع لايك لهذا الفيديو والاشتراك معنا في القناة ليصلك كل ما هو جديد بإذن الرحمن.